والله في حاجه كذا حاجه يعني، بس فيهم لخبطه جامده جدا. اول ما اعرف هعمل ايه هقول لك على طول. لا دراما دراما. الفنانين على طول متعرضين للشائعات، بتتعاملوا ازاي مع ده؟ مؤخرا مع الفنان عادل امام، تحب الاول تقول ايه الفنان عادل امام؟ ربنا يخليك لينا يا زعيم ويديك الصحه وطول العمر وتفضل منورنا كده، وزعيم الوطن العربي انت النجم بتاعنا اللي في كل حته مشرفنا يعني، وحشتنا قوي وربنا يديك الصحه وطول العمر. تحب تقول ايه الفنان صلاح السعداني بما انه هيكرم ألف ألف مبروك يا عمدة، يلي وحشنا، يلي افتقدنا التمثيل معاك وافتقدنا ان احنا نشوفك، وحشتنا قوي قوي قوي، ومبروك عليك التكريم وتستاهل أكتر من كده بكتير. شكرا جدا لحضرتك.